ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب الصف الثالث الثانوي وفصل جديد في الأسبوع التاسع تحديدا الدرس الثاني في الفصل الثالث اللي هو الجماعة البشرية أو الجماعة السكانية. لا تنسوا أن احنا الدرس الماضي كنا أخذنا فيه ديناميكية الجماعة الحيوية وتكلمنا عن مفردات كثيرة منها كثافة الجماعة وتوزيع الجماعة ونطاق الجماعة والعوامل المحددة في الجماعة زي العوامل تتوقف على الكثافة وعوامل لا تتوقف على الكثافة وتكلمنا عن المنحنيات النمو النمو الأسي والنمو النسبي. اليوم هنبدأ في الجماعة البشرية السكانية يعني هذا الدرس خاص بالبشر. المفردات اللي احنا يجب أن يكون على علم بها علم السكان الإحصائي يعني علم السكان التحول السكاني النمو الصفري للجماعة والجماعة التركيب العمري التركيب العمري هذه المفردات. الفكرة الرئيسية بيقول تتغير أو يتغير نمو الجماعة البشرية مع مرور الزمن يتغير نمو الجماعة البشرية مع مرور الزمن بمعنى أن الجماعة البشرية قد يزداد عددها أو قد ينقص عددها أو تثبت مع الزمن. الربط مع الحياة يعني لو في أحد من أقربائك ولد لي طفل فمع تقدم العلوم إمكانية بقاء الكائن لهذا الطفل طبعا ازدادت عن الأول لعدة أسباب. أول معلومة ناخدها اليوم علم الإحصاء علم السكان الإحصائي أو الديموغرافيا وطبعا بتشوفوا موظف الإحصاء لما بيجي ياخد إحصاء يختص بإيش هذا العلم؟ يختص بدراسة حجم الجماعات البشرية من حيث كثافتها توزيعها وحركتها ومعدلات المواليد ومعدلات الوفيات. طبعا هذا مرة علم مهم عشان نبني عليه أو تبني عليه الدولة الخطط التنموية الخطة الخمسية أو الخطة العشرية أيا كانت. يعني ملاحظات في الأعوام السابقة في القرن الرابع عشر زي ما احنا بنمر حاليا بظروف خاصة مات ثلث البشر بسبب الطاعون. عدد سكان العالم في القرن الماضي كان مليار وسنة 1999 قفز لي 6 مليار يزداد سكان العالم حاليا بمقدار 70 مليون كل سنة وقد يتضاعف عدد السكان في سنة 2053 يعني بعد 53 سنة. هذا يقال يعني هيكون حوالي 12 مليار من البشر. هنشوف الرسم بياني بيوضح الجماعة البشرية من قبل الميلاد حتى سنة 2000. طبعا كان النمو بطيء الأول ثم بعد ذلك لو رجعت للدرس الماضي هذا الرسم يفكرنا بالنموذج الأسي حيث فجأة تطور العدد ووصل إلى 6 مليار. طبعا التقدم العلمي هيكون من السبب في التقدم العلمي يؤدي إلى تطور الزراعة وتربية الحيوانات ومصادر الغذاء ويؤدي إلى تحسين الدواء فهتكون الجماعة البشرية طبعا في سبيلها للتقدم أكثر. معدل النمو والجماعة السكانية الجماعة السكانية بتنمو ولكن ليست بصفة مستمرة يعني ليست السنة دي 70 مليون السنة الجاية 70 مليون يعني الرسم اللي قدامي هنا يبين لي نسأل في الأربعينات كان أعلى نمو في كلمة أعلى نمو لا تعني
أن العدد الكلي للجماعة البشرية وصل للذروة. فطبعا في الأربعينات ليس عدد العالم كالآن. النمو الجماعة البشرية واضح أنه هو بيختلف من سنة إلى سنة، ولكن ما زالت الجماعة البشرية تنمو. يعني في الأربعينات كانت 2.2 النمو، في 2050 القادم سوف يكون النمو 4 فقط. ليس معنى ذلك أن العالم سوف ينقرض، العالم أيضا بيزداد، ولكن الزيادة ليست كالأول. اتجاهات النمو السكاني، طبعا بيتغير اتجاه النمو السكاني. تعالوا نشوف هنا في البلاد العربية، هنلاقي أكبر نمو سكاني المملكة العربية السعودية بتزداد 3.2، هذا معدل النمو. يليها تقريبا الأردن 3.7، ثم اليمن. هذا يدل أن المنطقة العربية في حالة نمو بشري، وطالما نمو بشري بقى نمو اقتصادي وكل شيء إن شاء الله. هذه إحصائية، بس إحصائية قديمة شوية، يعني تتناول الفترة من 2005 إلى 2010. هل الإحصائية زادت الآن أو نقصت؟ أعتقد أن هي في حالة زيادة. المنطقة العربية دائما تبشر بخير. النمو الصفري في الجماعة، يعني نمو صفر الجماعة، يعني عدد الأفراد ما بيزاد، عدد المواليد يساوي عدد الوفيات. يبقى في الحالة دي نمو صفري، ما ازدادت الجماعة، يتساوي معدل مواليد والهجرة الخارجية، هذا اللي طالعين من الجماعة، مع الداخل اللي هو معدل الوفيات والهجرة الداخلية. دائما الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية تقريبا متساوي، ولكن الاختلاف في معدل المواليد ومعدل الوفيات. لو ازداد معدل الوفيات يبقى في نمو، لو ازداد معدل المواليد، لو ازداد معدل الوفيات يبقى في نمو، بس نقول عليه نمو سلبي. التركيب العمري قسموا حياتك، طبعا لا حد يجادل معي في المعلومات المعروضة، قد تكون المعلومات لا تتفق مع منطقتنا العربية، ولكن هذا هو الموجود. يقصد بالتركيب العمري عدد الذكور وعدد الإناث في كل من الفئات العمرية الثلاث. قسموا حياة الإنسان لثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الإخصاب، يعني لا تستطيع الإنجاب رجل أو ست، مرحلة الإنجاب أو الإخصاب المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة ما بعد الإخصاب. طبعا لما نشوف المرحلة ما قبل الإخصاب أقل من 20، طبعا هذه لا تتفق معنا، يعني عندنا من فترة البلوغ بتكون أقرب من كده بكثير. ما بعد الإخصاب مرحلة الخصوبة من 20 و44. طبعا أكيد عندنا خصوبة بعد 44، وخاصة في الرجال. قد يكون يقصدوا أن 44 خاصة بالنساء فقط. لما نشوف مرحلة ما بعد الخصوبة من 45 إلى ما لا نهاية، أو إلى نهاية عمرك، يبقى عندي ثلاث مراحل هنا. هذا المنحنى مرة مهم. هذه مرحلة ما قبل الخصوبة هتلاقيها من 4 إلى أقل من 20، الخصوبة من 20 إلى أقل من 45، ما بعد الخصوبة من 45 إلى فوق. كل ما كانت القاعدة أكبر، كل ما كان هذه الدولة سوف تستمر في النمو. ولذلك تجد السعودية مكتوب عليها نمو سريع. ليش؟ لأن عندنا مرحلة ما قبل الخصوبة ومرحلة الخصوبة مرحلة متسعة، العدد فيها كثير. لو رحنا في دولة زي تونس هلاقي الوضع بدأ يختل شوي، في نمو صحيح ولكن نمو بطيء. لو رحنا دولة زي ألمانيا هنلاقي مرحلة ما بعد الخصوبة هي الأكثر، يبقى هذه نقول عليها نمو سلبي. يعني نمو سلبي يعني هذه الدولة قد تنقرض. لهنا خلصنا الدرس الثاني من الفصل الثالث، وخلص الفصل الثالث إن شاء الله الحصة القادمة نبدأ في الفصل الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين النجوم وفي القلوب موقرة.
أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرى. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلم.